بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. يقول تعالى في سورة الإسراء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. في هاتين الآيتين الكريمتين من سورة الإسراء يقول الله جل وعلا: ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. الآية. يقول تعالى جل وعلا في هذه الآية الكريمة: ربكم أعلم بكم، فعلمه جل وعلا محيط بكل شيء، ومن أي فرد من الأفراد أو أي ناحية من النواحي قد أحاط بها علما سبحانه وتعالى. ربكم أعلم بكم، أعلم بمآلكم إلى الجنة أو إلى النار. ربكم أعلم بكم، أتحيون سعداء أم أشقياء. ربكم أعلم بكم، تطول أعماركم أو تقصر. ربكم جل وعلا أحاط بكل شيء علما. إن يشأ يرحمكم، فالمسألة راجعة إلى مشيئة الله تبارك وتعالى. إن يشأ يرحمكم، يوفقكم لتعاليم الإسلام، فتسلم وتؤمن وتكون تقيا نقيا. ورب إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، فهو جل وعلا كل الأمور بيده، إذا شاء أمرا كونه سبحانه وتعالى، فلا راد لمشيئته سبحانه وتعالى. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. ما عليك الإلزام، ولنت مسؤولا عنهم، وإنما عليك البلاغ، والله يتولى ذلك وما بعده وما قبله. وما أرسلناك عليهم وكيلا. ثم عمم جل وعلا فقال: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. الأول خطاب للآدميين، للمسلمين أو الكفار قولان للعلماء، والثانية تعميم عام لكل خلق. ربك أعلم بمن في السماوات والأرض. وقد فضل بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. جل وعلا فضل آدم على البشر، وفضل أبناءه كل بحسب منزلته. فآدم أبو البشر، ويوجد من أبنائه من هو أفضل منه بكثير. جل وعلا فضل إبراهيم جل وعلا وجعله خليله،
فضل موسى وجعله كليمة، فضل عيسى وجعله كلمته قال كن فكان كما أمر الله جل وعلا، وفضل محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر بني آدم فهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا، أعطى الله جل وعلا داود عليه السلام الزبور فكان سهلا عليه يقرأه بسرعة وسهولة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعطاه الزبور، والزبور على ما يرى قتادة وغيره من علماء السلف أنه خطاب من الله جل وعلا لداود، ليس فيه تكاليف شرعية، لا حكم ولا أمر ولا نهي، وإنما تضرع إلى الله جل وعلا. قال بعض السلف رحمة الله عليهم فإنا وقفنا على الزبور فوجدناه خطبا يخطبها داود عليه السلام ويخاطب بها ربه عند دخوله الكنيسة، وجملته 150 خطبة، كل خطبة تسمى زبورا، زبورا بفتح الزاي، فتح الميم وسكون الزاي وضم الميم الثانية وآخره راء. ففي بعض هذه الخطب يشكو داود على ربه من أعدائه ويستنصره عليهم، فهي دعاء وتضرع، والله جل وعلا تفضل بها على داود. فلا تستغربوا يا كفار قريش بأن فضل الله نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والرسل، فهو يعطي الفضل لمن شاء جل وعلا من عباده. يقول تعالى ربكم أعلم بكم أيها الناس، أي أعلم بمن يستحق منكم الهداية ومن لا يستحق، إن يشاء يرحمكم وإن يشاء يرحمكم بأن يوفقكم لطاعته والإنابة إليه، أو إن يشاء يعذبكم، وما أرسلناك يا محمد عليهم وكيلا، أي إنما أرسلناك نذيرا، فمن أطاعك دخل الجنة ومن عصاك دخل النار. وقوله وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، أي بمراتبهم في الطاعة والمعصية. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، كما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وهذا لا ينافي ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوا بين الأنبياء، فإن المراد من ذلك هو التفضيل بمجرد التشهي والعصبية لا بمقتضى الدليل، فإذا دل الدليل على شيء وجب اتباعه. ولا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء، وأن أولي العزم منهم أفضلهم، هم الخمسة المذكورون نصا في آيتين من القرآن في سورة الأحزاب. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وفي الشورى في قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ولا خلاف أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضلهم، ثم بعده إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى عليهم السلام على المشهور، وقد بسطناه بدلائله في غير هذا الموضع، والله الموفق. وقوله تعالى وآتينا داود زبورا، تنبيه على
تنبيه على فضله وشرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خفف على داود القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج فكان يقرأه قبل أن يفرغ. يعني القرآن يعني خفف على داود القرآن فكان يأمر بدوابه. القرآن المراد به الزبور هنا. نعم. خفف على داود القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج فكان يقرأه قبل أن يفرغ. يعني القرآن. فالأنبياء لا شك أن بعضهم أفضل من بعض. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفاضلوا بين الأنبياء، أي لا يجوز للمرء أن يفضل نبيا على نبيا على نبي من تلقاء نفسه أو من أجل عصبية أو نحو ذلك، كأن يقول مثلا هارون كذا وموسى كذا ويفضل بينهم أو يأتي بغيرهم ونحو ذلك بناء على عصبية أو رأي شخصي، لا يجوز ذلك. وأما ما جاء في تفضيل بعضهم على بعض في القرآن فهذا حق وثابت ولا إشكال فيه. وأفضل الأنبياء والرسل هم أولو العزم، وأولو العزم عليهم الصلاة والسلام هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم. هم أولهم من حيث الزمن نوح عليه السلام، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم محمد صلى الله عليه وسلم. وأفضل أولي العزم من الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو مفضل على سائر ولد آدم صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم خليل الرحمن، ثم موسى كليم الرحمن، ثم عيسى عليهم الصلاة والسلام. يقول السائل: هل يوجد الآن بقية الزبور؟ قد يوجد في بعض المحلات التي تجمع الآثار والشيء القديم مثل الإنجيل ومثل التوراة، لكنها محرفة، مزيد فيها ومنقوص، ولا نجزم أنها هي، وإنما يتوقع أنها هي. فالزبور كما قال قتادة وغيره رحمهم الله إنه 150 خطبة، كل خطبة مستقلة بذاتها، 150 خطبة يقرأها داود عليه السلام بسرعة خفيفة يمشي فيها، لكن ما نجزم لو وجدت أن هذه هي الزبور التي نزلت على داود، بل يحتمل التغيير والتبديل، ولهذا لا يجوز أن نستدل بها ولا أن نركن إليها، لأن الله قد نسخها. يقول السائل: زكاة الضأن هل يجزئ من كان عمرها 5 أشهر؟ لا يجزئ إلا من الضأن إلا ما تم له 6 أشهر، ومن المعز ما تم له 1 سنة. يقول السائل: ما حكم تعليق الآيات القرآنية في البيوت؟ لا يجوز تعليق الآيات في البيوت ولا في غيرها، لأن القرآن نزل تشريع ونزل يقرأ عبادة، ولا تتجمل به الجدران ولا يلبس عليها، بل تلبيس للجدران هذا خطأ ولا يجوز ذلك. أقول السائل: ما حكم قراءة القرآن جماعة بنية المراجعة؟ على إذا كان في ذلك فائدة، كان يقرأ الشيخ المعلم والتلاميذ يتابعونه بصوت واحد، فلا بأس بهذا إذا كان في هذا فائدة،
وإذا كان بقصد التلحين أو نحو ذلك فلا يجوز. يقول السائل: أثناء الطواف في نهاية الشوط السابع قبل الحجر بمسافة نصف متر خرج ريح مني، ثم أكملت السعي وباقي النسك، فما حكم ذلك؟ إذا كنت أكملت الشوط السابع وأنت طاهر على طهارة فسعيك صحيح، ما يشترط للسعي طهارة. أما إذا كنت لم تكمل الشوط السابع فيلزم أن تتوضأ لبقية الشوط السابع. يقول السائل: هل العمرة تكون صحيحة لو نسي المعتمر قراءة آية وصلاة الركعتان بعد الطواف؟ نعم، العمرة صحيحة ولو نسي الآية وغيرها. المهم أن يطوف بالبيت، يجعل البيت على يساره ويسير ويمشي من الحجر الأسود حتى يصل الحجر الأسود، هذا شوط، وتمم ذلك 7 أشواط ولو لم يتكلم بكلمة. ما يلزم الكلام، وإنما الدعاء مستحب، وقراءة القرآن والذكر مستحبة وليست بواجبة. يقول السائل: ما حكم التبرج للنساء بخاصة في الحرم؟ يحرم تبرج النساء أمام الرجال الأجانب، ظهورهن بمظهر الزينة والجمال يشغلن المصلين ويشغلن الرجال، يحرم عليهن ذلك. فقد تخرج المرأة تريد السعي أو تريد الطواف فتتزين وتتجمل، فتخرج محملة بالآثام، لأنها أفسدت عبادة هذا وأفسدت صلاة هذا ومست هذا بجسمها، هذا حرام عليها. والواجب على المسلمة أن تستتر بستر الله جل وعلا، ولا تخرج لمزاحمة الرجال إلا لما لا بد لها منه كالطواف والسعي، وتكون بعيدة عن مماسة الرجال والقرب منهم. فقد تخرج المرأة تريد الأجر والثواب من الله جل وعلا، فترجع وقد تحملت وحملت نفسها بالآثام والأوزار، يحرم عليها ذلك ولا يجوز لها. يقول السائل: التراويح كيف يكون في 21 ركعة، وكثير من الناس يقولون أن السنة 13 ركعة، بين ذلك لنا. أخي، صلاة الليل ما حددها النبي صلى الله عليه وسلم لنا بركعات محدودة، ما قال لنا لا تزيد على كذا أو لا تنقص عن كذا. كل صلاة الليل مستحبة، واحرص عليها وأدها. في بعض السلف الصالح رحمة الله عليهم قاموا الليل كله بركعة واحدة، قرأ فيها القرآن من أوله إلى آخره في ركعة واحدة. يقول المسور بن مخرمة رضي الله عنه: دخل رجل الحجرة مقنعا، يعني يريد أن لا يعرف، فما رأيته يسجد إلا بسجدات التلاوة حتى أكمل القرآن كله في ركعة، فسلم وخرج، فاتبعته فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. واقتدى به عدد من السلف الصالح رحمة الله عليهم، صلوا الليل كله بركعة واحدة من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر رحمة الله عليهم. فلا بأس على المرء أن يصلي ركعة واحدة يقرأ بها القرآن كله. وبالمقابل
لو أن المسلم دخل في الصلاة وبدأ يصلي ركعتين 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 ويسلم من كل ركعتين وهكذا، فإذا انتهى قلنا له كم صليت؟ قال لا أدري، يجوز أني صليت 50 ركعة ويجوز 70 ركعة ويجوز 100 ركعة. يقول لا بأس عليك، ما يلزم أن تكون كذا أو تكون كذا، لكن يحسن بالمرء أن يواظب على وتر النبي صلى الله عليه وسلم. فكان كما كانت تقول عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وفي رواية 13 ركعة. وإحدى عشرة ركعة وثلاث عشرة ركعة ممكن أن يؤديها الإنسان بنصف ساعة، وممكن أن يؤديها في الليل كله. الليل كله يستغرق به 11 ركعة أو 13 ركعة، ويمكن أن يؤدي 11 ركعة أو 13 ركعة بنصف ساعة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه على ما جاء عنه أنه جمع الناس على 23 ركعة. دخل عمر رضي الله عنه المسجد فإذا الناس يصلون أوزاعا، يعني جماعات، هذا يصلي معه 10 وهذا معه 8 وهذا معه 20 وهكذا. فنظر إليهم رضي الله عنه وقال: لو جمعنا هؤلاء على إمام واحد لكان حسن. فجمع الرجال على أبي بن كعب رضي الله عنه، وجمع النساء على إمام واحد، إمام للرجال وإمام للنساء. ثم دخل في اليوم الثاني رضي الله عنه بعد هذا فوجدهم يصلون صفوفا متصل بعضها ببعض خلف أبي بن كعب، خلف إمام واحد. فقال رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه. استحسنها رضي الله عنه، وهي بدعة لغوية وليست بدعة شرعية، لأنها ليست إحداث في الدين ما ليس منه، بل هي بدعة لغوية يعني جديدة، استحدثها رضي الله عنه بعدما تركها النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في بيته ما شاء الله أن يصلي، فلما دخل رمضان تبين صلى الله عليه وسلم، كان الجدار قصير، فصلى بصلاته أناس. لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلوا بصلاته، فتعالم الناس في المدينة من الغد فكثر الناس، فزادوا في الليلة الثالثة أو الرابعة حتى غص بهم المسجد، انتلى المسجد منهم رضي الله عنهم. فتأخر ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، فقال بعد صلاة الفجر: أما إنه لم يخف علي مقامكم، البارحة يعني الليل ما يخف علي، لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فولم يخرج عليه الصلاة والسلام شفقة على الأمة ورحمة بهم، لأنهم رضي الله عنهم فرحوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا معه، وتكاثر الناس، جاء أهل المدينة كلهم يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فتأخر عنهم صلى الله عليه وسلم، صلى في داره ولم يخرج لهم، وهم ينتظرونه يصلون كذلك، هم جالسين ساكتين بس يصلون، يريدون كل واحد يصلي لما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم.
لكنه عليه الصلاة والسلام ما خرج في الليلة الرابعة أو الثالثة، فأراد أن يخبرهم بسبب عدم خروجه، ليس مريضا ولم يكن لم يعلم عنهم، بل هم يراهم عليه الصلاة والسلام ولم يخرج لهم. فقال: أما إنه لم يخف علي مقامكم مجيئكم وحضوركم إلى المسجد وانتظاركم إياي، لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فشفقة منه صلى الله عليه وسلم لم يخرج لهم. وصلاة الليل على ما قرره العلماء أنها واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومستحبة لدى سائر الأمة، كما قال الله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فنافلة، وصلاة الليل نافلة في حق الأمة، وهي نافلة واجبة في حق الصحابة، في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا ننكر على أحد في صلاة الليل أيها الإخوة، ولا نستغرب كما تقدم لنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قام الليل كله في ركعة واحدة، ما ينافي أن يجلس إذا تعب ويقوم إذا نشط، ما ينافي هذا. المهم أنه ما سلم فيها إلا عندما أنهاها كل القرآن في ركعة واحدة، بدأ به من البقرة حتى أنهاه في سورة الناس رضي الله عنه. وعثمان رضي الله عنه معروف أنه من الذين حفظوا القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، جمعوه كله، كان يتلو القرآن دائما وأبدا رضي الله عنه وأرضاه. وقام الليل كله في ركعة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما نقلت لنا عائشة رضي الله عنها بأنه لم يزد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، لكنه عليه الصلاة والسلام يجوز أنه في أحد الليالي يقرأ كثيرا من القرآن في 11 ركعة، ويجوز أن يقرأ قليلا من القرآن في 11 ركعة. ما يقال أليس يزيد في قيام الليل في رمضان؟ نقول بلى يزيد، لكن الركعات ما كان يزيد فيها رضي عليه الصلاة والسلام. فلا مشاحة في صلاة الليل، ولا ينبغي لنا أن نختلف ولا نتشاحن ولا نتخاصم ولا نقول لا يجوز أن نزيد على 11 ركعة ولا يزيد على 13 ركعة. بل لك أخي المسلم أن تصلي إلى ما لا حد له، صل أسلم من كل ركعتين ولا تحصي ما صليت، كل هذا وفق السنة. صلي 50 ركعة 100 ركعة أقل أكثر في ليلة واحدة، ما في حرج، تصلي ركعة واحدة لا بأس عليك، تصلي 11 ركعة لا بأس عليك، تصلي 13 ركعة لا بأس عليك، تصلي 23 ركعة لا بأس عليك، كل هذا جائز بحمد الله. فلا ينبغي لنا أن نتشاح ولا نتنازع في صلاة التراويح. صلاة التراويح كلها سنة، ليس منها شيء واجب. الوتر وهو الوتر ركعة واحدة أوجبه بعض العلماء، لكن عند الجمهور ليس بواجب. جمهور العلماء يرون أن الوتر سنة، فعلينا أيها الإخوة أن نفهم ذلك ولا نتشاح
ولا نتنازع ولا نتخاصم ولا نخطئ بعضنا بعض، كل من فعل شيئا موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على الحق، كما تقدم لنا في صلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من 6 أو 7 أوجه كلها صحيحة والحمد لله. لو صلى أي مسلم حال الخوف بإحدى هذه الصلوات 6 الحالات أو 7 دون صح. كذلك بالاستفتاح، لو قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك هذا استفتاح. قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، كبر واستفتح بما شاء من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن، ولا يلزم أن يأتي باستفتاح معين. وهكذا أيها الإخوة، فالسلف الصالح رحمة الله عليهم يأخذون بالدليل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ المسلم به. المهم أن لا يتشاح المسلمون ولا يتنازعون. الآن يتنازعون، يقول هذا ولي وراك تصلي 13 ركعة وراك تصلي 11 ركعة، هم من يهجر أخاه المسلم. الهجر خطأ وكبيرة من الكبائر وذنب عظيم، والصلاة كلها في حد ذاتها حسنة على أي صفة جاءت. فهذا الوارد في صلاة الليل، أمضيت الليل كله من أوله إلى آخره في ركعة واحدة حسن، أمضيته في 11 ركعة أو 13 ركعة حسن، أمضيته في 23 ركعة حسن، أمضيت الليل في 30 ركعة أو 40 ركعة أو 50 ركعة أو 100 ركعة، المهم أن تختم بوتر فقط، كل هذا حسن. كان السلف رحمة الله عليهم يختلفون في كثير من الأمور، لكن ما يخطئ بعضهم بعضا ولا يجهو بعضهم بعضا ولا يعترض بعضهم على بعض. قل ما دام عندك حديث تعمل به فأنت على العين والرأس، كلامك حسن وفعلك حسن ولا غبار على ذلك. لكن المتأخرون الآن في وقتنا اللي يصلي 11 ركعة لو صلى خلفا لمن يصلي 13 ركعة لاستنكر ذلك وأبغضه وسبه وتكلم عليه، كل هذا لا يليق. أو هذا يصلي مثلا 23 ركعة نقول حسنا فعل ذلك عمر وأمر به رضي الله عنه، 20 ركعة تراويح و3 ركعات وتر لا بأس بهذا. إلى عهد قريب والمساجد معروفة، المسجد هذا يصلي 11 ركعة والمسجد الثاني يصلي 13 ركعة والمسجد الثالث يصلي 23 ركعة، وكل هذا حسن ولا إشكال في ذلك. آخر يصلي 26 ركعة تراويح ويشفع الوتر ويوتر بركعة وهكذا، فلا بأس بهذا كله. ولا ينبغي للمسلمين أن يختلفوا، هذا من إيحاء الشيطان اللي يدخل بين المسلمين الكراهية والبغضة والخلاف. الإمام أحمد رحمه الله تلميذ للإمام الشافعي رحمه الله، وخالفه في كثير من المسائل، وما سبه وما تعرض له وما قال له إلا الخير. قال خرجت من بغداد، رحمه رضي الله عنه، من بغداد إلى مصر، خلفت فيها أحمد بن عما خلفت فيها أفقه ولا أورع ولا أعلم من ابن حنبل، وابن حنبل تلميذه وهو يخالفه في كثير من المسائل ولا بأس. الإنسان اللي معه الدليل ما في بأس، والساخر معه الدليل، وقد يجوز كل واحد معه دليل صحيح ولا إشكال في هذا. إنه صلى، المهم أنه يصلي. النبي صلى الله عليه وسلم صلى ومعه بعض الصحابة، استفتح بالبقرة والنساء وآل عمران،
ثلاث سور هذه في ركعة واحدة ثم ركع. هذا اللي يصلي كذا مثلا ممكن يصلي 11 ركعة؟ لا ما يمكن 11 ركعة بهذا الشكل ما يمكن. البقرة والنساء وآل عمران خمسة أجزاء وزيادة يصليها في ركعة واحدة، والركعة الثانية مثلها وقريب منها مثلا. فما ينبغي للمسلمين أن يختلفوا ولا يتنازعوا. يقول السائل: ما حكم التشبه تشبه الرجال بالنساء؟ تشبه الرجال بالنساء محرم، وتشبه النساء بالرجال محرم. ما يجوز للرجل أن يتشبه بالنساء في مشيتهن ولا في ملبسهن ولا في كلامهن، كذلك يحرم على المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسهم أو مشيتهم أو غير ذلك من خصائص الرجال. يقول السائل: كيف نبعد السحر من الإنسان وما هي طريقته؟ بالرقية الحسنة، إذا أتيت بالرقية المأمور بها فحسنا فعلت، لكن قد يسلم من السحر وقد لا يسلم، فليس بلازم أن كل رقية تزيل السحر، لا. مثل العلاج في المستشفى، إذا ذهبت بصاحبك تعالج في المستشفى قد يبرأ وقد يموت، قد يبرأ وقد يزيد المرض، قد يبرأ ويستمر المرض على حاله. كل شيء بإرادة الله جل وعلا، ما يقال إننا نقدر نعالج هذا يشفى من السحر، لا، هذا بأمر الله جل وعلا، وإنما هذا سبب، فقد ينفع الله بالأسباب وقد لا ينفع بها. يقول السائل: أنا إمام مسجد ولا أجد من المصلين إلا ثلاثة أو أربعة أشخاص، فهل يجوز لي أن أترك المسجد وألتحق بمسجد آخر فيه جماعة أكثر؟ وهل أكون بذلك ممن أخلف الوعد؟ أخي، إذا كنت في مكان معك أناس ولو قلوا فلا بأس عليك أن تستمر معهم، وإذا رأيت أنك تذهب إلى مسجد آخر فلا بأس عليك، لكن يحسن بك أن تتشاور مع جماعتك، وخاصة إذا كنت إمام راتب تستلم الراتب فلا يجوز لك أن تترك المسجد. أما إذا كان تبرع منك فلك أن تذهب أنت ومن معك إلى مسجد آخر. يقول السائل: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، فكيف تكون بدعة لغوية؟ بيّن لنا ذلك. البدعة هي ما عمل على غير مثال سبق، والبدعة الشرعية ما كان شرعيا دينيا يتعبد به المسلم ربه، واللغوية ما كانت في اللغة بدعة لغوية، يعني في اللغة أو في العرف أو في سلم الناس. مثلا كان الناس مثلا أول يتغدون عند طلوع الشمس، ثم بدأوا يتغدون ضحى، ثم بدأوا يتغدون بعد الظهر. كل هذا يسمى مثلا أولا كان الغداء بعد طلوع الشمس. يقول الحجاج: رسولي إليكم الشمس، فإذا طلعت فهلموا للغداء، وإذا غربت فهلموا للعشاء. يقول: ما لم يرسل لكم أحد، تقول تعالوا تعشوا. إذا طلعت الشمس هذا الوعد بيني وبينكم، تعالوا للغداء. كان من كرمه أنه يضع كرامات للناس عامة، ما ادخر شيئا من المال وما احتقن شيئا له، هذا من محاسنه. كان يكرم الناس ويضع الطعام عند طلوع الشمس وعند الغروب. يقول: رسولي إليكم الشمس، يعني ما يحتاج أرسل لكم ناس يجمعونكم على الغداء ويجمعونكم على العشاء، لا، إذا طلعت تعالوا تغدوا، إذا طلع غربت تعالوا تعشوا. الآن الغداء
صار بعد الظهر ما في حرج. ابتدعوا هذا بدعة يعني أول ما صارت قال هذه بدعة، لكنها لا بأس لأنها بدعة لغوية ما هي شرعية، بدعة لغوية. وعمر رضي الله عنه يقول هذا الذي أنا أمرت به بدعة، يعني لم يكن من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد أبي بكر، كان تركها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أبرتكم بذلك لأني أستحسنها، نعمة البدعة هذا. فمثلا الناس يلبسون كلهم أول مثلا غتر، وبدأوا يلبسون شماغ، ما فيه حرج، هذا بدعة. الشماغ والغترة كلها مثلا بدعة عادية، بدعة بالعرف، يعني لم يكن مستعمل. وهكذا فالبدعة الشرعية هي الذي يتعبد المسلم ربه لله جل وعلا بذلك وهو على خلاف الأصل، هذا بدعة شرعية ولا تجوز. أما البدعة اللغوية فهي جائزة ولا بأس بذلك، بدعة عرفية جائزة ولا بأس بذلك. وهكذا من البدعة الشرعية واللغوية، مثلا عيد الميلاد، الميلاد هذه بدعة، بدعة شرعية، لأن المرء يتقرب إلى الله جل وعلا بالتكرب بالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذه هل هي موجودة في وقت النبي؟ قل لا، وجودة في عهد أبي بكر عمر عثمان علي رضي الله عنه كلهم لا، وجدت في الصدر الأول من الصحابة ما وجدت. متى وجدت؟ أوجدها شخص رأى النصارى يحتفلون بمولد عيسى عليه الصلاة والسلام، فقال ورانا ما نحتفل مثلهم بمولد محمد صلى الله عليه وسلم، فوجد هذه البدعة ففرح بها الشيطان ونشرها في البلاد كلها، هذه البلاد والحمد لله قلت فيها، مع أنها وجدت الآن. يجينا كثير من الإخوة من الشام وصر من غيرها مثلا يقول وراء السعودية ما يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ما يحبون الرسول، ما يريدونه، أرى السعوديين أحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يحبون أكثر من كل الناس، لكنهم يحبون التمسك بسنته، التمسك بسنته هو الواجب، ولا يجوز لنا أن نبتدع عن سنته شيء. فبدعة المولد بدعة ما يجوز لنا أن نأتي بها، بينما بعض الإخوة اللي اعتادوا هذه البدعة ونشأوا عليها يستغربون كل الاستغراب إذا جوا هنا في ربيع الأول مثلا ما يسمعون شيء عن المولد، وين السعوديين غافلين ما يحتفلون مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، السعوديين يعرفون ذلك وينكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأنكرها وأنكرها الأئمة من المشايخ من آل سعود وفقهم الله، ما أحد يقيم هذه البدعة. ولما؟ لأنها بدعة ما تجوز، لكن الناس الكثير منهم نشأ على هذه البدعة فصار يستغرب يقول وراء السعودي ما يبون الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يليق مثل هذا انتشار البدعة. يجب أن يكون فيه أناس يبينون البدع عشان تجتنب الناس، لأنه لو فيه من مصر أو الشام أو غيرها مثلا أحد ينكر هذا لا صح الناس وانتبهوا، لكن كلهم يمشون على هذا، المشايخ والصغار والكبار والعباد وغيرهم، إلا القليل ممن لا يمكن لا ينتبه له، ولا ما يخلو البلاد من أهل السنة والجماعة. لكن يوجد في بعض البلاد انتشار البدعة وكثرتها، والأهل السنة يختفون أو يستحون أو يمنعون لسبب من الأسباب، ولا هذه بدعة. وهكذا أيها الإخوة، فالشيء الذي يتقرب به إلى الله فلا يخلو، إن كان جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس.
أو جاء عن أحد الأئمة الخلفاء الراشدين فعلى العين والرأس. أما إذا لم يأتي عن واحد من هؤلاء فلا يجوز لنا أن نستعمل البدعة الشرعية في هذا المجال. البدعة الشرعية لا نتعرض لها ولا نأتيها ولا نفعلها تقربا إلى الله جل وعلا في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا حسن المتابعة، حسن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ما أمرتكم به فأتوا من ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ونهانا عن البدع صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن ننتهي. يقول السائل: ما نصيحتكم؟ كنت أقوم الليل كله، والآن لا أقوم إلا مع الإمام، وأصلي بعض الركعات بعده، مع أني زدت في الخير والحمد لله. الحمد لله خير إن شاء الله، لا تيأس أخي. يمكنك بعد ما كبرت شق عليك، أو انشغلت شق عليك، أو نحو ذلك، فلا بأس. فالواجب على المسلم تأدية الفرائض، ثم النوافل يأتي منها ما استطاع ولما لم يشق عليه. ولا يجوز للمسلم أن يشق على نفسه، فأنت على خير إن شاء الله. وإن كنت تركت الجد والاجتهاد رغبة عنه وكسلا فعالج نفسك، وإن كنت تركته لكبر سن أو لضعف أو لمرض فأنت مأجور إن شاء الله. وأبشر بأن الله سيكتب لك ما كنت تعمل صحيحا مقيما. يعني يحسن بالمسلم أن يداوم على الخير، إذا عجز فلا ييأس، فإن الله يكتبه له، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. كتب له ما كان يعمل حال الصحة وحال الإقامة، هذا فضل من الله وإحسان. أما الكسل فيجب على المسلم أن يعالج نفسه عنه ويبتعد عن الكسل ولا يغتر بالدنيا. علينا أيها الإخوة أن نجتهد في طاعة الله جل وعلا، وأن نتقيد بالسنة نحرص عليها. فالعمل بالسنة وإن قل فإن فيه خير كثير، والعمل بالبدعة وإن كثر فلا فائدة فيه. لا تجتهد في البدعة، ابتعد عن البدعة والخرافة والجهل والضلالة. رأى عمر رضي الله عنه رجلا أنهكته العبادة، لحم عظم وجلد ما معه شيء من جسمه، شايب تعبان ما يمشي ولا يتحرك، فبكى رضي الله عنه شفقة على هذا. فقيل له: يا أمير المؤمنين، إن هذا نصراني، شلون تبكي؟ نصراني هذا. قال: هذا الذي أبكاني، إنه يجتهد على غير أصول، لو كان على أصول كان خير. هذا الذي أبكاني. فبكى عمر شفقة لهذا الشايب النصراني الذي أنهكته العبادة، يعبد الله على جهل وضلال، ما يستفيد من عبادته والعياذ بالله. فليحذر المسلم الجد والاجتهاد في غير أصول السنة. أما إذا كان جد واجتهاده في السنة فلا بأس عليه، ينفق ماله في سبيل الله، هذا يرجى له الخير. ينفق ماله في سخط الله، هذا عليه العقوبة والوبال والعياذ بالله. أبو بكر رضي الله عنه لما حث النبي على الصدقة ذهب وضف كل ما عنده من المال وجابه للرسول عليه الصلاة والسلام، حط بين يديه. وعمر رضي الله عنه انفعل تلك الساعة وجاب نصف ماله، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر: ماذا أبقيت لعيالك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، ما وعد الله جل وعلا به ورسوله، ما خلى لهم شيء، ولا ريال ولا جنيه ولا درهم.
ماذا أبقيتها لعيالك يا عمر؟ قال الشطر النصف. قال خلاص عمر ما عمري سأزرع أبو بكر أبد، هذا منه جاب كل ماله وأنا جبت النصف وظننت أني بسبقه، ما نفس أبزه أبد، رضي الله عنه. ولا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر أو قال تجي عيالك، لا ما أنكر عليه، لأنه يستطيع أن يعمل ويجتهد ويحرص ويشبع عياله رضي الله عنه. فالعمل لا، إذا كان على وفق السنة فصاحبه موفق إن شاء الله، وإذا كان العمل على خلاف السنة فالويل له ولا يجوز اجتهاده فيه. علينا أيها الإخوة أن نحرص على العض على السنة بالنواجذ، نعض عليها، نتمسك بها بأيدينا وأرجلنا وأسناننا ونتمسك بها تمسكا كاملا. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم جميعا من الهداة المهتدين خير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.